نحن هلأ اليوم نهار كتير 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 حلو، صار كل نهار بالبيت ناطرة يوصل الوقت، لأنه نحن هلأ رايحين نتلاقى فيكن، رايحين نتلاقى بجروب من الفان كتير مهضومين، كتير بحبهم من لبنان، وأنا سوبر مبسوطة أني رايحة أتلاقى فيهم لأنه بحبهم كتير، ودايما بحب شوفكم، دايما بحب اتعرف عليكم ونقضي وقت مع بعض ونحكي مع بعض. فكتير مبسوطة انه ركب هيدا البلان اليوم، هيدا المشروع يلي كان بالنسبة لإلي هو شيء كتير حلو، صار لي كل النهار ناطرة هاللحظة. فأنا هلأ على الطريق، قلت انه هات لأخذ معي الكاميرا، ما زال عطول انا عم صور بلوج، ليه ما بدي صور بلوجز معكم، يطلع شيء مهضوم شيء مميز. هلا صار في معنا شخص زياده بالسياره يلي هي جو بنت خالي. وعلى فكره لكل يلي عم يسالوا مين بتكون ميسا وشو بتقربك ميسا، ميسا ما بتقربني، بس ميسا رفيقتي من نحن وصغار. بلشوا يوصلوا. هاي هاي مسحيين، بعدك مسحيين، لحمتك انا ليك وسو كثير حابه الفلوجات. مسحيين كثير حلوين. عم تقولي لنا صوتك حلو، عرفنا انه انت صوتها حلو، ما كانت مخبرتني من قبل، وهلا عم بقول لك عم صوتك. اذا بعد الاكل انتوا بتعرفوا بعض؟ هي بتعرفي مايا؟ مين بتعرفي كمان؟ وانا بتعرفيها اكيد. ومايا اشتقت لك يا مايا، وليه ما عم يطلع صوتك؟ مايا كانت تستحي اكثر، هلا خلص هيك مشى الحال. ليه؟ وانا جد بكير وناطرتكم. لا انا قلت شيء كمان. فهلا زيها ضحكتني كثير انا. اوكي، هلا عيد ميلاد مريم ورفقاتها عاملين لعيد ميلادها بمطعم هون حد المطعم اللي نحن قاعدين فيه، ومحضرين لها سيربريز مفاجأة، انا رح اجي مفاجأة، فنحن هلا رايحين لعندها وهي منا عارفة. بدنا نفاجئها لمريم مع الغاتو، لأنه على فكرة مريم من أكثر الناس يلي إنه يعني على طول موجوده، يعني كل ما شو حلو موجوده واقفه حدي، وانا بحبها من قلبي. شو بتقولي لها هلا بدها تحضر البلوج؟ بحبها كثير، وانه على بالي النيه، وان شاء الله بتحقق كل احلامها وبتعمل اللي بتحبه، لانه هي خبرتني انه عندها كثير احلام وانا حاسه، وان شاء الله بتحققهم كلهم وبتوصل لوين ما بدها. وين مريم؟ وين قاعده؟ بعد ما اجت. لا بلا قاعده محل. وين في بالون؟ مطرح البالونز قاعده. كانت هي ظهره مع رفيقتها على اساس لحالهم، ونحن جينا عملنا لها سيربريز. هلا هي بلشت تفوت، بلشت تفوت، يلا بنفتح كلكم بتصبروا على الحلقه. هيدا الكيك، عم نجيب الكيك حلو كثير. تلاقينا وحكي وعينينا من نظر عشقنا وحبينا، مر الوقت وما حسينا وما خلصنا حكي، هو مش قادران يحل وقلبي بدو ياني ضل، سرقني من بين الكل وصرت بحالي ملبكي. انا يا حبيبي بنظرة منك عزيزك، امي الوحيد اذا
يعني هلا اتعشينا وبعد في انه نسمع صوتك. يلا يلا يعني ما في بقى حجج، اكلتي صرتي جاهزه. انتوا هلا معلقين على هالميله، مركزين على هالميله انه انتوا هون في موهبه، بس انتوا مش عارفين انه هون في موهبه وصوت حلو. اه نسمع كثير فيرلا. مره كان عندي انترفيو على الراديو، صار في اجى اتصال من فيرلا وغنينا انا وياها سوا على الهواء. والله هلا بغنوا سوا الراديو. ما بتعيدي عليه لا. فبدنا نسمع صوتك، بدنا نشوف اي ميله رح تربح هون او هون. هذا يصير في كومبيتيشن يعني هلا. الاوتار الصوتيه عشان تعملها. شو بتحبي تشوفي على الفلوج؟ اشياء غير يعني جد ماريتا كثير قويه يعني بشوفهم هيك بياس بيتحمر. ما بعرف كل شيء هيك بتعيشيه ويلا متحمس. اوكي شو سبيسيال مهضة عنده؟ مثل شو بدك تساعدينا؟ انا كيف بدي اعرف؟ بعدين افكر وبقلك. اوكي شو بتحبي تشوفي؟ مثل ما هن كثير حلوين. ايوه بركي عم تعمل شي رقص على تيك توك مثلا. عندها فيديوهات كثير مهضومين على تيك توك فما تروحون عليكم. وانت كمان؟ بتعمل طبخة. طبخة عن جد؟ ولا انه كل شيء انه بالبيت اكثر شو بتعملي؟ انه وقتها ما تفيقي انه عاداتك يعني الروتين مورنينج. حتى الميك اب انا كمان عم ميك اب مش بس دانا. اوكي بس اخبركم اوكي؟ يعني انا ماني حدا اكسبرت بالميك اب، اللي بعمله يمكن نزل شيء انه كيف انا بعمل ميك اب تبعي، عرفتوا كيف؟ مثلا انا الاي لاينر اللي بعمله ماني برو، انه اوقات بيزبط اوقات ما بيزبط، اوقات يعني بقعد ثلاث ساعات محي وارجع وعمال ونضحك. ايه كنت معي مره كانت معي، فمشان هيك يعني مشان هيك بعد ولا مره نزلت شيء، جربت مصوره شيء بس ما نزلته، في اشياء مصورتها على فكره وبعد ما نزلته. Happy birthday to you. لا بس خلص كبس. Happy birthday Fatima. So cute madumi. بدك تتحمل جنوني والغيري يلي بعيوني، بدي تبقى رسمي كتير لما تكون من دوني، فيك تسلم على البنات بس ما توزع ابتسامات. فاجأتي؟ حسين هي كانت عم تخبرني انه اليوم عيدة وانه كبرت وانا عملت حالي مش عارفة، بس انا كنت عارفة حضرني لهي السيربريز. اليوم في عنا كتير يعني اعياد. هلا بعد بتقرا انت بعد نور اذا انا راس متجه بنحقها. يلا شوي عايشه بتبقى عادي، افكار بتجي وبصير بحالي مش ايه ماي ليتل سيستر تبعي. ست سيسترز من ورا هي مصر. مصر انت مصر ما نحن صرنا نحس من ورا انا كثير اكبر يعني ضلت تبكي. انا بدي اتصور مع ميتا. اول فان لميتا. تعشينا وقضينا وقت كثير حلو، تسلينا كثير وهلا عم نتصور.
شو خبرونا تسليتوا اليوم؟ تسليتي؟ ضحكنا انه بمجرد ما انت هون يعني اكتشفتوا هاريتا از ذا بيست على فكره انتوا ذا بيست انا اكثر انا بحبكم اكثر وعقبال المية ثانك يو اليوم عن جد كان احلى نهار واكيد هلا بدنا نرجع نعيدها هون نرجع نظهر على فكره كلكم معزومين على الجرادويشن تبعي ما يلا باي يلا بشوفكم هون نرجع اوكي ميرسي على كل شيء باي باي